أن التوصية السابعة اللي هو الاستقرار الصادر بماي 2021 التوصية هذه اللي واردة في الصفحة 35 اش كتقول؟ كتقول بأن المجلس الجماعي لم يقوم بفتح الحساب، وبالتالي أن عدم فتح ديال الحساب هذا ما يمكنلوش ياخذ الإجابات، لأن في غياب الحساب الخاص ما يمكنش أن تاخذ الإجابات ديال 0.5. هذه واحد. ثاني حاجة هو أنه جرب المادة التوصية السابعة بصريح العبارة ضرورة قيام الجماعة بالمهام والواجبات المنوطة بها بعمل عن المطالبة بتسريع تسمية الوكالة تسمية الوكالة المستقلة. هنا غادي نعرفش على التدخل ديال السيد النائب المحترم اللي قال لك بأن مجموعة من الممتلكات اللي تابعة الوكالة مازال ما تصفاش المنح ديال التسمية القضائية ديال الوكالة المآل ديالو، لأن هذا كلشي راه فلوس. هذه راه المواطن الفارسي كيضيع الزخم ديال هذه المشاكل هذه وعدم التصدير ديالها، على الأقل نحطوا مقبلتنا وشعروا فيها نزيدوا. حنا ضربنا معاها ما نلوموش، نقول لك وصلتي لوين وصلتي ما كملتيش، علاش؟ لأن أنت مشيتي غير كيتساوى، مشيتي غير باش تستخلص. جميل أن يكون عندك ربع هذا باش أنك مواطن جديد في الميزانية ديال الجماعة، شيء جميل، ولكن خصنا نشوفوا حتى شنو علينا، باش ماشي خدام غدا تستنى البروسيدور. هي دابا مثلا السنة واقفة إلى حد الساعة، حنا ضيعنا واحد الزمن طويل. المواطن هو اللي كيبيع، هو اللي كيتقاس، المواطن هو اللي كيتقاس في المسألة هذي. بمعنى أن الحكومة ما خدوش شي حاجة على الأقل نستغلو المصلحة العليا للمواطن. راه حتى المصادر القضائية إذا كانت هناك تسويات حلبية مع المكان بلاد ما يمشيش للقضاء، علاش غنمشيو للقضاء؟ الخطا راه حل اخير، راه تسويه تسويه تسويه. شكرا سي راقي.